اصبر لا يا اخي لا ما نمشوش كيف باغي تديروا مع العاب لا 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 البطاقة ديال الاكسير ار تي سي ها البطاقة ديال النقل للمدينة تقعد في 2014 ونقل المدينة بقيت كنمتاز معاها بالركوب مجاني اللي كيمنح لنا القانون ديال العمل ستاتيو دي ترافاي بول 68 وهاد القوانين وجات عرضة حيدات لينا حيدات لينا الهوية ديالنا كعمال حيدات لنا الهوية ديالنا كعمال منذ سنين هادي حنا كنمتازو بهاد العقادة ضربت 40 عام ديال العمل 1974 إلى اوت 2014 منذ سنين وحنا كمتقاعدين كنعانيو من هرجة عزة منعتنا من الحق اللي هو البطاقه ديالتنا اللي كيمنح لنا القانون الاساسي ديال الشغل اللي موقع انا ذاك من طرف وزير الاول احمد عثمان 1979 اي متقاعد كيخرج تقاعد مع النقل سابقا اكس ار تي سي ولا مع النقل المدينه كيبقى كيمتاز بهذا الركوب هذا كتمحنوا له القانون ديالو وجات ارزا في 2019 ومنعتنا من الحق هذا لماذا حنا بغينا نعرفوا ارزا علاش حيدتو لينا حنا كمتقاعدين والمدير العام ديال ارزا اللي هو البرتو بيريز نهار خد صفقه داخل المدينه الدار البيضاء قبل الحرف الكامل راه مسجل في ايكونوميست قال له اخيرا الحلم ديالنا تحقق الحلم ديالو شنو هو بالنسبه لالبرتو بيريز انه استولى على نقل مدينه الدار البيضاء ورشتو دابا حاليا النقل ديال الطوبيس فين وصل واخد مدينه الدار البيضاء طيط من ليه الحربيلي الى اخره مزيان هادشي هذا السكينه ديال الدار البيضاء ولكن حنا لماذا كمتقاعدين هاد مجلس مدينه او ارزا تقسينا من الحق هذا اللي كيمنحوا لنا القانون الاساسي في البون 68 اللي تمارس انذاك مع نقل المدينه تبقى القانون نهار دخلت تبقى القانون الاساسي ديال الطاك سابقا وجات ارزا وتبقى دابا حاليا هذا القانون هذا بالبنود ديالو بالامتيازات ديالو ارزا منذ هذه الوقفه السابعه اللي تمت هنا اربعه تموا هنايا وثلاثه امام مجلس المدينه واليوم الى هذا ما لقيناش ود نساغي اللي تصنت لينا لا من طرف العمده ولا من طرف الولي وهاد المسؤولين هادو اللي هما حاليا داخل النقل داخل مجلس المدينه كانوا انذاك في السبعينات وفي الثمانينات ربما كانوا كناس اللي كيستافدوا من الطوبيس ومن الركوب ديال الطوبيس ودابا حاليا قساونا حنا لماذا هاد المسؤولين حنا قساونا كمتقاعدين ومنين كاين بعض المراقبين ديال الارزا منين كيلقاو شي متقاعد راكب كيولي معاه في المشدات وكيدوزوه بعض المرات المركز ديال الشرطه وكيحيدوا منه كيسحبوا منه هذيك البطاقه اللي ماشي من حقه انا يحيدوها ليه ماشي من حقهم يحيدوها ليه وكيتم ان ذاك في مركز ديال الشرطه كيتصنتوا للناس ديال الامن مشكورين من هذا الباب هذا اللي بعض المرات كيتفهموا الوضعيه وكيقول لهذاك المتقاعد سير الله يسهل عليك وكيصيفطوا في حالته حنا بغينا دابا حاليا هاد المسؤولين داخل مجلس المدينه او المجلس ديال التعاون اللي مكلف بتسير ديال الارزا يرد لنا هذا الحق هذا اللي هو حق ديالنا مكتسب منذ سنين يدونا يعتقلونا حنا عندنا مسكين حنا عندنا بزز حنا عندنا 70 واكلين واكلين واش غنمشيو معاهم البوليس الى الدولة واحدة واشوف ورا حقنا ورا والله ما نتلزو عليه وراكبين راكبين راه إلا بدنا حنا غنجيو عيالاتنا ولا ما تغيرت غنجيو أبناء كفالة نجيو العرابي وراه كنعرفو صحاب الطوبيس كتعرفو النضالات الوقفات راه حنا عام وحنا جالسين وخدامين تحت الخمسة هنا وقفتونا العصر الحجري.